مرة يعني رغم ان احنا مخطوبين لنا 12 سنة، لكن والله انا سعيد جدا يعني خيالي. يعني انا فكرة الخطوبة دي فكرة يعني فكرة كويسة. وانا والله انت عايز للسعادة في الموبايل من غير ما عليك. لا لا ما في حاجة. وانا والله عايز انا اشتري لك صاحب يعني يعني 13 جديدك كنت رايح باسمك. حتى يعني كان عندي عربية بعتها واديتك قروش تشجعها كديها. ما قصرت اكلت قروشها الله يديك العافية، صندوق الصرف اكلت قروشها والحمد لله الله يديك العافية. يعني اي حاجة الحمد لله رب العالمين، اي حاجة بس ان شاء الله بس ثاني شهرين ثلاثة أربع شهور سنتين ثلاثة أربع خمس سنوات كذا ان شاء الله نعقد العرس، نعقد الغيران ان شاء الله نعقد الغيران. بس انت كيف؟ ربنا يقدمه؟ الو اي احمد؟ احمد كيف انت تمام؟ لا لا انا جاي عليك يا وين؟ والراجل ده ذاته عايز لي اديته جبلته ما بينفع معاي. اي والله اسمعني خلاص خليك قاعد انا جايه. طيب يا اخوي احمد جاهز اقعد لبتين اساسك معاك. مع السلامه. هلا يا هنايا هنايا وين؟ هلا يا شنو؟ ليه؟ ايش بناني؟ ايش بناني؟ ليه يا هوي؟ انا نادي دي؟ ما شايف نادي يا هادي يا هوي؟ بارس انا ما عادي شنو يعني؟ بعدين كيف؟ تمام؟ هاي الحمد لله. تأخرتي مالك؟ والله بس المواصلات صعبة. عارف عارف. عين هنا لا، أنا زول جادي. لا لا بعرف امشي حدايق ولا بعرف اقعد في نجيله ولا بعرف ولا بعرف اي حاجه كويس. انا زول جاد جديد، انا دار عرس. ما تقول لي كويس زول عرس، انا قلت لك تقول لي كويس. انا دار عرس يا خلاص يعني انا بصراحه شديده عندي تجارب كثيره يعني مع الخطوبات. لا ما في مشكله علاقه، لا في مشكله انا ما عندي علاقه بيها. لا في مشكله في مشكله في مشكله. انا ما ممكن اخطب 9 مرات وفركش 9 مرات يعني، وتسع مرات انا اجيب خطوبه وتسع مرات انا ما اجيب خطوبه. انا ما بعرف اروح ادور، ما بعرف اوعك جبت انا جنبي انا لفوت دوران ما بعرف. بس انا خطبتها، انا قررت اخطبك. ما اخطبك لا اخطبك شنو؟ قررت عرس عقد عديل كده ما داري خطوبه. اي والله احسن من الخطوبه. اي بس انا يعني عندي مشكله كده. هي ما مشكله بالنسبه لي، لكن مشكله بالنسبه لي يعني. انا بس قررت كده لا. انا الزول كنت خاطبها المره اللي فاتت الحمد لله الحمد لله وفقتها في انه انتزع الشيله منهم. الشيله بعد جبتها قلعتها منهم، قلع بعد فسخت خطوبتي منها كويس، لانه ما بقدر اجيب شيله ثانيه يا اخي صعبه علي. صعبه شديد والله صعبه. فنتيجه للظروف الصعبه ونتيجه لانه ما بقدر اجيب شيله ثاني، انا جبت الشيله والعروس انا متاكد انك حتكوني مفصل على الشيله تفصيل. مش الشيله هاي بعد ما في مشكله. هاي لان التفصيل يعني الشيله قاعده شيلة قاعدة شيلة قاعدة يعني ما في مشكلة. بس بعدها بتبقى العرس بتاعنا. لا قبل العرس نزول رسمي قبل العرس لازم اتاكد من حاجات محددة. ما خلاص ما في مشكلة. لا في مشكلة الشيلة وانت هذاك. لا لا في مشكلة في مشكلة لازم الشيلة تتطابق مع العروس. الشيلة كان ما تطابقت مع العروس معناها انا ده جحاف في حقك. يا هلاوي بتعجبني والله. لا ما بتعجبك لازم تتطابق مع كل حاجة. لازم انا اعرف الشيلة دي تطابق مع منو يعني. نبدا في الشيله، نبدا في تفاصيل الشيله. اول حاجه الحذاء، نبدا بالحذاء. تلبسي مقاس كم احذيه انت؟ 39. لا انت فشلتي. مالك احنا نقعد؟ والله عندي 42. السلام عليكم. انا ذاك انت. انا هاي كده اصبر.